اكتشف أحد الفنادق في الإمارات تقنية جديدة من أجل تحويل فضلات الطعام إلى سماد مفيد في الصحراء. في مطعم الموظفين بأحد الفنادق في أبو ظبي عاصمة الإمارات، توجد سلل المهملات تحمل على مواضحة خاصة لفضلات الطعام، وعادة يتم نقل فضلات الطعام إلى مجمع النفايات، ولكن الآن يوجد أسلوب جديد في الإمارات لإعادة التدوير، وفي نهاية الشهر الماضي تم تركيب صندوق حديدي في مستودع الفندق حيث تبدأ عملية إعادة تدوير فضلات الطعام. بعد نقل فضلات الطعام من المطبخ ومطعم الموظفين إلى هنا، ننقل فضلات الطعام من سلة المهملات، وبعد ذلك تتم عملية تفريغ فضلات الطعام من المياه والرطوبة. من المتوقع أن تستغرق هذه العملية 10 ساعات لإكمال معالجة 60 طنا من فضلات الطعام، وبعد ذلك تتحول إلى أسمدة مفيدة. قال سيبستيان إن أسلوب العمل للأجهزة بسيط جدا، إلا وهو تسريع عملية تحلل الأغذية من خلال الحرارة المرتفعة ب 170 درجة مئوية والتخليط من أجل تحويل الفضلات إلى أسمدة مفيدة، ويعد هذا الأسلوب هو الأحسن في حماية البيئة. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر الأسمدة العضوية المنتجة بهذا الأسلوب من الأسمدة النادرة والمفيدة في المناطق الصحراوية. حالياً تم إرسال عينات من الأسمدة للقطاع الزراعي لإجراء الفحوصات عليها، كما بينت نتائج الاختبار إن الأسمدة العضوية يمكن أن تحسن التربة الرملية بشكل فعال، مع الفوائد الاقتصادية الكبيرة لهذه التدابير. أما بالنسبة إلى كيفية استخدام الأسمدة، فيتطلع الأشخاص هناك إلى التعاون مع المزارعين القريبين من مكان الفندق. نتطلع إلى إنشاء نظام التدوير المستدام، حيث نوفر الأسمدة العضوية للمزارعين، وهم بدورهم يستفيدون من هذه الأسمدة في زراعة الخضروات، ثم يقدمونها إلى مطاعمنا، وسيكون عملاء الفنادق مستفيدين من هذه العملية أيضا. تقع الإمارات في منطقة صحراوية، حيث يتم استيراد حوالي 90% من المواد الغذائية من دول مختلفة، ومع ذلك شهدت البلاد المزيد من تبذير الأغذية بشكل خطير في السنوات الأخيرة، حيث يتم إيجاد 2.4 كيلوغرام من فضلات الطعام لكل شخص يوميا، وعليه فيعد البحث عن أسلوب فعال لمعالجة هذه القضية بشكل أساسي من المواضيع المهمة بالنسبة إلى قطاع حماية البيئة الإماراتي في هذه السنوات.